اللقاء الفكري والعلمي اللي هو نظمته مؤسسة يد في يد للتنمية المستدامة هو كيندرج في السياق ديال الاحتفاليات بالحدث الوطني ديال تقديم وثيقة المتظاهرة للاستقلال في ذكراه 78. وقد بادرت المؤسسة مشكورة إلى تنظيم هذا اللقاء مع صفوة من الوطنيين من أفراد الوطنيين وكذلك معهم عدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير من مكناس ومن خارج مكناس من سلا ومن الرباط وأيضا عدد من الأساتذة الجامعيين والباحثين دارسين والمهتمين بتاريخ الحركة الوطنية والمقاومة والتحرير. وكان الموضوع ديال المحاضرة اللي هي محور حول هذا النشاط هو العلاقة اللي كاينة ما بين الذاكرة التاريخية الوطنية والمنظومة ديال القيم الوطنية خصوصا، واللي سعيت من خلال هذه المحاضرة إلى استظهار واستقراء يعني الأهمية ديال الذاكرة التاريخية الوطنية وما تحمله من حمولة كبيرة ديال القيم وكل أبعادها الدينية والوطنية والأخلاقية والكونية والإنسانية. وكان تأكيد على الأهمية ديال الذاكرة التاريخية في معرفة الأجيال الجديدة والناشئة بتاريخها الوطني اللي هو مبعث اعتزاز وإكبار، لأنه يحمل واحد العدد ديال الأحداث وديال الملاحم والبطولات والنضالات وكذلك عدد من الأسماء ومن الرموز اللي من الواجب علينا نستحضروا مساراتهم ونضالاتهم باش الأجيال ديال اليوم تكون على بينة من الرصيد ديال التضحيات وديال النضالات اللي قدموها هؤلاء الأسلاف والأجداد والآباء. لذلك نعتبر بأنه الذاكرة التاريخية أهميتها كتكمن في أنها هي الوعاء، هي الحاضن واحد العدد ديال الجوانب اللي هي تاريخية حضارية تربوية ثقافية. وأكيد أنه لما نحافظ على ذاكرتنا نكونوا يعني نحملوا واحد الشحنة واحد الرصيد ديال المواقف وديال المبادئ ديال القيم اللي هي تعيننا على مواصلة بناء الحاضر والمستقبل، على مواصلة يعني المسيرات ديال البناء والنماء وإعلاء صروح الوطن. من ثم القيم الوطنية هي أساسية في يعني إذكاء الهمم والعزائم، في تقوية الثقة في النفوس، وفي يعني التشبث بالمواقف ديال الالتزام والوفاء والغيرة الوطنية وروح المسؤولية والتضحية وخدمة الشأن العام والصالح العام. هذا الموضوع اللي تناولته في هذا اللقاء مع المشاركين اللي هما حضروه، وكان كذلك مناسبة لتكريم
ديال عدد من الشخصيات التاريخية، وأنا أجد نفسي يعني محظوظ وسعيد في آن واحد بأنه تم التكريم ديالي مع هذه المجموعة ديال الشخصيات التاريخية من قبيل الوطنية الفدة اللي كانت المرأة الوحيدة الموقعة على وثيقة المطالبة بالاستقلال واللي هي المرحومة لالة ملكة الفاسية، وكذلك التكريم ديال أحد الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال اللي هو السي العيساوي المصلاصي، وأيضا التكريم ديال الوطني والمقاوم سي أحمد بن شقرون، ثلاثة ديال الشخصيات التاريخية متميزة وبارزة اللي تم تكريمها بهذه المناسبة هذه. وكنت يعني من ضمن من حظي بالتكريم معهم، فأنا أعتبر على أن هذه اللمسة الروحية وهذه الالتفاتة المعنوية هي أكبرها وأقدرها حق قدرها من قبل واحد المؤسسة تربوية وتعليمية اللي أبت إلا أن يعني تشرف على هذه الاحتفالية بالمناسبة ديال هذه الذكرى المجيدة، ذكرى حدث الوطني تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، واللي الشعب المغربي من أقصى إلى أدناه قد يحتفي بها وكيحتفي بها الآن، لأننا نحن في المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بدينا منذ يوم 2/3 شوتنفير، وغادي يستمر يعني العمل ديالنا إلى غاية 20 من هذا الشهر، بل إلى آخر شهر يناير، مع تزامن الحدث ديال تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال مع الأحداث ديال 29 يناير 1944 اللي عرفتها كل من مدينة الرباط وسلا وكذلك فاس ووجدة، واللي غتكون هي فيها برنامج ديال الاحتفاليات. هذا باش نبين على أنه نحن نولي عناية فائقة واهتماما بالغا، وكذلك اجتهاد يعني في الاحتفاء بهذه الذكرى الوطنية بما يليق بها من مظاهر الاعتزاز والإكبار، لأننا نعتبر بأن هذا التواصل مع الذكريات الوطنية ومن خلاله مع الأجيال الجديدة والناشئة هو خير معين لنا إن شاء الله في المساهمة في تقوية هذه الروح الوطنية وهذا السلوك المدني القويم، وكذلك المثل العليا ومكارم الأخلاق في النفوس وفي الوجدان ديال شبابنا وناشئتنا، باش يكونوا خير خلف لخير سلف. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.